طيب فرضا وقع خلاف في الأسرة بعد ما ذكرنا هذه الأمور، وبعد ما ذكرنا كيف يتعامل الرجل مع شريكته في الحياة ومع زوجته، وكيف تتعامل المرأة مع زوجها، فرضا وقعت خلافات أسرية وقعت أزمات أسرية، في هذه الحالة ينبغي أن نعلم ما طبيعة الموقف وما طبيعة الأزمة وما طبيعة الخلاف، ما موطن الخلاف. لابد أن يكون هناك حكم، كما يعني مش حكم بتاع الكورة، وإنما ده كما قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. ليه الحكم؟ هو في الأساس كما قلت قبل ذلك أن الخلافات الأسرية ينبغي ألا تخرج بين الرجل وبين زوجته، أو بين الزوج وزوجته، لأن الخلافات طالما أنها محصورة بين الزوج والزوجة من الممكن أن تحل ومن السهل أن تحل، لكن إذا خرجت خارج نطاق الأسرة فبالتالي يصعب حلها. لماذا؟ لأنك لا تعلم ما الذي يدور في المحيط من حولك، ربما هناك أناس خبثاء يعني يجعلون الخصومة تزداد بين الزوج وزوجته، وممكن يكونوا من أقارب الزوجة ويعينوها على زوجها، وممكن يكونوا من أقارب الزوج ويعينوها على زوجته، هي بتفعل كذا وكذا وكذا، ويقولون للزوجة أنه يفعل كذا وهكذا، فبالتالي يصعب الحل. لكن لو احتدم الخلاف ففي هذه الحالة يبقى حكم من أهل وحكم من أهلها، على أساس يجلسان ويتحاوران مع الزوجة، يتحاوران مع ليه مع الزوجة، كل هذا حتى لا يصل الأمر إلى الطلاق. حكم من أهل وحكم من إيه من أهلها، ومن الممكن أن يكون الحكم، من الممكن أن لا يكون رجلا واحدا مثلا، من الممكن أن تكون إنسانة فاضلة، إنسانة صالحة تجلس مع الزوجة، من الممكن أن يكون إنسان جيد يجلس مع الزوج، من الممكن أن يكون هنا مستشار أسري، إن موضوع الأسرة الآن تحول إلى علم، يعني مش موضوع كده عادات وتقاليد، لا، ده في استشارات أسرية وفي استشارات تربوية، أنت عارفين طبعا هذا الأمر، ده يعني ده في كليات متخصصة بأن تخرج المستشارين الأسريين، يعني يجلس مع الرجل ويتحدث معه ويعرف سبب الخلاف ويعرفه كيف يتغلب على هذا الخلاف، وتجلس مثلا مستشارة أسرية مع الزوجة وتعرف أسباب الخلاف وتعرفه كيف تتغلب على هذا الخلاف وإلى آخره. يعني الأمر مش محتاج مثلا سرعة من الرجل أنه يأخذ قرار سريع، أو من المرأة أنها تتخذ قرارا سريعا، لا. الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني ما تحاولش أنك أنت تنظر فقط إلى السلبيات والعيوب في زوجتك، وإنما انظر إلى الإيجابيات. إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني ينظر إلى الإيجابيات، ينظر إلى الأشياء الجميلة في حياتهما وهكذا. يعني حتى ولو سوى له الشيطان أن ننظر إلى العيوب، لا، أقول لك انظر للإيه، انظر للمزايا، لأن ما فيش فينا واحد كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. هذا الأمر مع الرجل وكذلك مع المرأة، المرأة لا تنظر إلى عيوب زوجها وإنما تنظر إلى مميزاته وتنظر إلى إيجابياته. حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فيه مشكلات وكادت تصل ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته، وهذا واضح في سورة القرآن الكريم، مثلا في سورة التحريم يقول الله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. يعني أوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق كل زوجاته في هذه القصة، من بعد نحكيها إن شاء الله بإذن الله. وحتى في سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. أسرحكن يعني أطلقكن، فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميل. فالطلاق من الممكن أن يقع وكاد أن يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زوجها كانت تسمى بابنة الجون، وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها النفقات الخاصة بها. وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم سيطلق سودة بنت زمعة، ولكن سودة بنت زمعة يعني عملت عملية تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيسمى بالتفاوض أو بفن التفاوض في الحياة الزوجية. سودة بنت زمعة لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ابقني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة.
خليني بس على ذمتك وانا ايه والليله بتاعت انا مش عايزاها خليها لايه؟ خليها لعائشه. ده اسمه فن الايه؟ فن التفاوض. طب ليه السيده سوده بنت زمعه جعلت ليلتها لعائشه؟ لان السيده سوده بنت زمعه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت امراه كبيره السن، تزوجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيده خديجه رضي الله عنها، وفي نفس الوقت كانت سمينه من ناحيه الايه؟ البدن، يعني عندها بدانه الى اخره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان يظلمها. وهذا الأمر من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من حق الزوج، والرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل هنا كزوج. أنا قلت قبل ذلك حينما نتحدث عن الحياة الزوجية للرسول صلى الله عليه وسلم فنتحدث عن النبي الزوج، لأننا من بعد سنتحدث عن النبي الأب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أبنائه وبناته. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة فقالت لا. هنا بيسمى بقى بفن ليه؟ بفن التفاوض. ممكن تكون مثلا عند امرأة وتريد أن تطلقها فتتفاوض المرأة معك، لا خليني بس على ذمتك، خليني مع أولادي وروح تزوج. ممكن يحدث هذا ولا لا؟ ممكن، يعني ده اسمه ممكن أنت خلاص يعني أنت يعني مللت من هذه المرأة أو المرأة ملت أو كذا أو كذا، بدل ما يقع وهناك حياة قائمة في أولاد موجودين في 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 أسرة لها مكانتها الاجتماعية، ولو وقع طلاق فمن الممكن أن تتأثر سمعة الأسرة بالإيه بالكلام من الخارج، وكيف تم الطلاق بعد 20 عام من الزواج، وكيف تم الطلاق بعد 30 عام، وكيف وصل إلى هذه السن وطلق زوجته، ده الزوجة أصبح مجنون، ده الزوجة كذا، صح ولا لا؟ فمن الممكن أن تقع أمثال هذه التفاهات، فبالتالي من الممكن أن يحدث إيه تفاوض في الحياة الزوجية كما حدث مع سيدة سودة بنت زمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع بينها وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلاف في يوم من الايه من الأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بالأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالأمر يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج الموقف، ليس على أساس أنه نبي وإنما على أساس أنه أبو الزوجة اللي هي السيدة فاطمة رضي الله عنها، أبو الإيه؟ أبو الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل هنا باعتبار أنه إيه؟ أنه حمى لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة، قال لها طرق الباب. ففتحت السيدة فاطمة رضي الله عنها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ نلحظ أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها أين إيه؟ أين زوجك؟ لأنه عارف أن فيه إيه؟ إن في مشكلة وقعت بينهم. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعلاقة القرابة بينهما، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هو ليس زوجك فقط، وإنما هو زوجك وابن إيه؟ وابن عمك، ده قريبك. يعني مثلا أحيانا لما يقع خلاف بين الزوج وزوجته إذا كانوا مثلا أقارب، فواحد مثلا دخل يقول لك ده بنت عمتك، ده بنت خالك، ده بنت كذا، ده بنت، صح ولا لا؟ فبيحدث الإيه؟ بيحدث عملية التئام للأسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى فاطمة قال لها: أين ابن عمك؟ فقالت له: والله إذا حدث بيني وبينه إيه شيء فخرج. حدث بيني وبينه إيه شيء شيء، يعني الرواية التي ذكرت في كتب السنة لم تذكر إلا كلمة إيه شيء، حدث بيني وبينه إيه شيء. طب ما الذي نأخذه من هذا الأمر؟ نأخذه أن السيدة فاطمة رضي الله عنها لم تفصل المشكلة أمام أبيها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها، ومع ذلك لم تفصل إليه المشكلة، لم تتحدث في تفاصيلها، لم تتحدث في تفاصيل الخلاف. وهذا ما نقوله دائما، أن الخلافات ينبغي أن تكون بين الإيه؟ بين الرجل وزوجته. حدث بيني وبينه شيء فقر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، فأحد الصحابة قال له: يا رسول الله، إنه نائم في الإيه؟ في المسجد. طبعا سيدنا علي لما حدث الخلاف ترك البيت وراح نام في الإيه؟ في المسجد. ودي برضو نصيحة، لما تزهق من البيت تعالى في إيه؟ مش عاوز ألاقيكم بكرة كلكم نايمين في المسجد. الدم مفاتيح يا عجي دانون، شوف الإدارة تدي كل واحد مفتاح عشان لما يزق يجي هنا. فبيقول لها أن فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فوجده نائم في المسجد. فهو نائم، سبحان الله، سيدنا علي نائم ونام على ليه؟ نائم على التراب. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم التراب عنه وقال له: قم يا أبا تراب، قم يا أبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه
وظلت هذه كنية سيدنا علي رضي الله عنه أنه من ضمن الكنى التي يكنى بها أبو تراب، قم يا أبا تراب. وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وجاء به إلى بيته وانتهى الأمر. شوف القصة دي حدثت فين؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن في شوف بعد مرور كم سنة إلى الآن، إحنا الآن في كم سنة هجرية؟ 1400 وكام هجرية؟ 1400 وكام عهد؟ 43 يا راجل، 43 انت زيت السنتين عادي. ركز على حاجة. 1400 وكام يا حاج احمد؟ 1440. انت نقصت سنه على اللي يقولها الدراس هي اللي كاين، اللي يقولها الدراس اللي يقولها سي احمد الفقيد الفقيد النساء. 1441. احنا الان في شهر جماد الاخيره يا اخواننا، 1441 هجري، يعني خلاص اوشكنا على الدخول في رجب وشعبان، خلاص يبقى دخلنا على رمضان ان شاء الله، يعني اقل من 3 شهور ندخل على رمضان. شوف نحن في عام 1441 هجريا، يعني مر على القصه اكثر من 1400 سنه ولم نعلم ما هو الخلاف الذي حدث بين سيدنا علي والسيده فاطمه، صح ولا لا؟ انما الان من الممكن ان تعلم بكثير من الخلافات في بيوت الكريم على مستوى رفرته مثلا، من الممكن ان يعلم كثير من الناس عن الخلاف الذي بين هذا الرجل وبين زوجته وزوجه وزوجها. لماذا؟ من كثره الايه، من كثره الكلام. المراه تتحدث الى المراه والمراه تتحدث الى مراته، وبعدين تقول لها ايه هذا الامر بيني وبينك، مفيش حد يعرف بيه، يقول لها وخ مش مشكله. وفي نفس الوقت خلاص دي تتحدث الى هذه وتتحدث الى، فتقوم ترنتينو كلها تعلم بالامر. طب ليه الخلافات كما قلنا ينبغي من مش ليس هناك مشكلة أن تتحدث إلى رجل حكيم أو تتحدث المرأة إلى امرأة عايشين تعرف مثلا كيف تأخذ رأيان، لأن هذا مبدأ إسلامي، حكم من أهل وحكم من إيه من أهل، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الله كان عليما خبيرا. أيضا يعني إذا وصل بقى الأمر إلى موضوع الطلاق مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الأمر، يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث يعني مهم، عشان مش كل شوية الزوجة مثلا تقول لزوجها طلقني طلقني كذا كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كانش فيه الأسباب التي تدعو إلى هذا الأمر حرام عليها رائحة الإيه؟ رائحة الجنة. وبيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء، وفي نفس الوقت يعني لما يرسل جنوده عليهم لعنة الله، يقول مثلا حينما يرجعون أنا أفرقت بين هذا الرجل وبين صاحبي، أنا جعلت فلان يسرق، جعلت فلان يعمل، جعلت فلان كذا، لكن حينما يقول له واحد مثلا من جنودي أنا جعلت فلان يطلق زوجته، فيقول له أنت يعني 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 هذه يعني هذه الطامة الكبرى. لماذا؟ لأن أنت حينما يحدث طلاق في الأسرة يحدث شرخ في المجتمع، الله أعلم بالأولاد وما مصرهم إلى آخر هذه الأمور التي تعلمونها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح المخترعات هن المنافقات، المرأة التي تطلب الخلع من زوجها أو تطلب الطلاق إلى آخره من غير مدعاة لهذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الأمور. وبهذا نكون قد وصلنا يعني إلى إيه؟ إلى ختام كلامنا في حياتنا الأسرية، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أسرنا.